بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن عقوبات المعاصي أنها تحرم من دعاء الملائكة، من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء الملائكة. ثم ساق رحمه الله الآيات، وفي آخرها: وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ قد رحمه. الذي لا يترك السيئات لا يحصل على هذا الدعاء من الملائكة. نعم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة، إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان. نعم. فصل. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غدات: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفر من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيعمل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهم: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفقع له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت راء رجلا مرآة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة. معتمة. أحسن الله. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة،
فيها من كل لون غبيع، وإذا بين ظهراني غوضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا، ما هؤلاء؟ قال قالا لي انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال قالا لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر منهم كأقبح ما أنت راء. قال قالا له قال قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. قال قالا لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمع بصري صعودا فإذا قص مثل غبابة البيضاء. قال قال لي هذا منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، أما هذا الذي رأيت؟ قال قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه رجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء والعراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسنا وشطرا قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. نعم. فصل ومن آثار الذنوب والمعاصي. نعم، هذا الحديث حديث عظيم. رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. أما رؤيا غيرهم فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. والرؤيا حق، وهي جزء من النبوة، وهي من المبشرات إذا كانت رؤيا صحيحة. أما إذا كانت أبغاث أحلام أو كانت رؤى من الشيطان فهذه لا قيمة لها، فما كل رؤيا تكون رؤيا صحيحة. والآن الناس في هذا الوقت شغلوا بالأحلام وتفسير الأحلام، وصار كل يأتي برؤيا، وصار كل يعبر الرؤى، وصار الناس ما لهم شغل إلا الأحلام. ولا شك أن هذا عمل غير صحيح، وهذا يشغل الناس ويكثر معه الكذب ويكثر معه التخرص في التعبير، فلا ينبغي الإفراط في هذا الأمر والمبالغة في الأحلام، وأن يعبرها أناس لا يحسنون التعبير وإنما يتخرصون، أو يكون معهم من معهم من الجن والشياطين فيوسوسون لهم ويخبرون بأشياء قد يغتر بعض الناس بها وهي من عمل الشياطين. أما الرؤية الصحيحة فهي رؤية حق، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤية التي فيها عجائب وفيها شيء، فيها أشياء مزعجة وفيها أشياء طيبة، وهي تدور على الحسنات والسيئات. فأناس يعذبون بذنوبهم وهذا من عذاب البرزخ، وأناس ينعمون بحسناتهم وطاعاتهم، فهي رؤيا
عظيمة وصحيحة فيها عبرة وعظة، فيها زجر عن الذنوب والمعاصي، زجر عن ترك العمل بالقرآن وعن سهر الليل وترك صلاة الفجر الذي عليه كثير من الناس الآن، والنهي عن الربا والنهي عن الكذب والنهي عن الزنا، كل هذه جرائم والعياذ بالله رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها وهم يعذبون. وفيها أشياء طيبة، رؤية الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الخضرة والأنهار، ما فيها من المباهج، وفيها الأطفال الذين يموتون على الفطرة يعني وهم صغار قبل التكليف، أنهم يكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام، ففيها أشياء عجيبة. ولكن الشاهد منها هؤلاء العصاة وما يجري عليهم من التعذيب في قبورهم، ليكون ذلك زاجرا عن هذه الجرائم، ففيه ما تسببه الذنوب من عذاب القبر، عذاب البرزخ، فإن عذاب القبر إنما يكون بسبب الذنوب والمعاصي. نعم نعم، لأن هذا قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة، وما كان من العذاب قبل يوم القيامة وهو ليس في الدنيا فإنه من البرزخ. نعم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء مثل الرسول؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ما يدل على هذه المبالغات وهذا الرؤية الصحيحة والذي يعبرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هذا مثل هذا. نعم. فصل ومن آثار الذنوب والمعاصي. فصل ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواع من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. نعم. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، هذا واضح، ما يصيب الناس في البر والبحر ما بسبب الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر، البر فساد الزروع والثمار وغور الآبار، حباس الأمطار، كل ذلك بسبب الذنوب. وفي البحر ما يصيب المراكب والسفن، تلف الأموال وتلف الأنفس في البحار، كل ذلك بسبب الذنوب. لو أن الناس صلحوا صلحت لهم دنياهم وآخرتهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطرة فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا. فقال: أحسن الله إليك. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا. فقال: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر خلق واقفا، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل،
وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. لا. ومن تأثير المعاصي في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمياههم للنواضح لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة بقدر نواة التمر، وهي في صغة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي يصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، يخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جوعا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقع بعير، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس. اللقحة. أحسن الله إليك. وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس، وهذه لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله التي محقتها الذنوب والكفر. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرا، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة. أصل من عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب. على قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهل المراد بالفساد المعاصي أو المراد آثار المعاصي؟ الشيخ رجح أن المراد المعاصي هي الفساد. ظهر الفساد يعني ظهرت المعاصي في البر والبحر، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ويكون اللام في قوله ليذيقهم لام العاقبة، أي ليؤول بهم ذلك إلى العقوبة، ودل على أن الفساد غير العقوبة، الفساد هو المعاصي وإذاقتهم هي العقوبة عليها. وذكر أنواعا من العقوبات التي تصيب الناس، وأنها حتى إن آثارها تبقى، حتى إن آثار المعاصي تبقى في الأرض بعد أهلها، مثل ما حصل لثمود، فإن أرضهم فيها آثار العذاب وآثار، ولذلك
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخولها إلا لمن كان خائفا من عذاب الله عز وجل، وأمر بأنهم لا يستقون من آبارها، حتى الماء اللي في الآبار من ديار ثمود فيه آثار العذاب، إلا بئر الناقة التي كانت تشرب منها الناقة. فهذا يدل على أن المعاصي تؤثر في الأرض، يبقى ضررها بعد مضي أهل تلك الديار، وأن ديار المعذبين تجتنب ولا ينبسط الإنسان فيها لأنها أرض عذاب. فهذا يدل على ضرر المعاصي وشر المعاصي، وأنها حتى الأرض تتأشر بها. نعم. السفر إليها من أجل زيارتها لا يجوز، أما إذا مر بها في طريق رايح إلى شيء إلى بلد آخر وصارت على طريقه ودخلها من أجل الاعتبار لا من أجل الإعجاب بها ويقال هذه حضارة ورقي ويفتخر بها، فهذا لا بأس به، أما أنه يسافر إليها هذا لا يجوز. نعم. فصل من عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل عذر من اعتذر إليه، وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعتذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال. فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير ويرى عذرا ما ليس بعذر حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في ريبة. وذكر الحديث أحسن الله إليك فالتي يبغضها الله الغيرة في ريبة في ريبة في ريبة نعم. وذكر الحديث: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر. أحسن الله إليك. وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر، فيغار في محل الغيرة ويعذر في موضع العذر. أو يعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا. نعم، هذا من عقوبات المعاصي أنها تطفئ الغيرة، يعني استنكار الذنوب، فيصير الإنسان ما يبالي بالذنوب منه ولا من غيره،
لأنهم طفأت فيه الغيرة والاستنكار، فصار يألف المعاصي ويأنس بها وبأهلها. أما أهل الطاعة فإن طاعتهم تنمي الغيرة في قلوبهم، فيستنكرون المعاصي ويتجنبونها ويستنكرونها من غيرهم، فهذا من أعظم العقوبات، أن الإنسان يصبح ما عنده غيرة ولا يأنف من المعاصي ولا من أهل المعاصي، ويألفهم ويألفونه لأنها انطفأت الغيرة في قلبه. والسبب في ذلك هو كثرة ما وقع منه من الذنوب أذهبت غيرته، فهذا من أشد العقوبات. وأما مسألة قبول العذر، العذر مقبول إذا كان العذر صحيحا، ينبغي الإنسان أن يقبل العذر ولا يحمله شدة الغيرة على أنه ما يقبل التوبة من التائب أو العذر من المعتذر، هذا مذموم. ثم ذكر مسألة عجيبة يقع فيها كثير من الناس اليوم، وهو أنهم يغتابون الناس العصاة، يغتابونهم ويقولون فلان سوى كذا وفلان سوى كذا، وهذا ليس من الغيرة وليس من إنكار المنكر، هذا محرم غيبة. إذا أنك تريد أن تنكر المنكر فله طرق، ما هم من طرق إنكار المنكر أنك تغتاب الناس والعصاة، تعدد ذنوبهم، سووا كذا وعملوا كذا، هذا غيبة. وهذا وقع فيه كثير من الناس اليوم بحجة أن هذا من الغيرة ومن الإنكار، هذا منكر في الحقيقة. والمنكر لا يزال بالمنكر، إنما يزال المنكر بالمعروف، فاغتياب الناس والوقوع في أعراضهم في غيبتهم وذكر مساويهم في المجالس، هذا ليس من إنكار المنكر، بل هذا يزيد المنكر شرا ويزيده منكرا آخر. نعم. هي ليست له غيبة إذا رفعت أمره إلى السلطان أو إلى ولي الأمر ليأخذ على يده، أن تذكره غائب لكن عند السلطان وعند من له قدرة على معاقبته. أما أنك تذكر معاصي عند إنسان ما له قدرة، هذا من الغيبة، غيبة المحضة. أما ذاك فهو غيبة لمصلحة راجحة من أجل أن يؤخذ على يده. نعم. ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان حق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه. فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته، ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته على ربه، وأدنته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له. فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. نعم. ولو لم يكن من ولم لا ولا 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 الله جل وعلا يحب الأعمال التي توافق صفاته، الأعمال التي توافق صفات الرب الله يحبها سبحانه. كريم يحب الكرم، عليم يحب العلماء العاملين بعلمهم، رحيم يحب الرحماء، وهكذا كل الأعمال الطيبة فإن الله يحبها لأنها توافق صفاته سبحانه وتعالى. نعم. ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة. نعم. فإن الخطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصيغ إرادة، والإرادة تقوى فتصيغ عزيمة، ثم تصيغ فعلا، ثم تصيغ صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد وقد دخل في باب الهلاك.
المقصود يعني المقصود من الكلام الذي مر كله هذه خلاصته. والمقصود والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره، وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي والبغي. إذا فقدت الغيرة من القلب صار صاحب هذا القلب يدعو إلى المنكر، كما قال تعالى في المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، لأنه ليس عندهم غيرة مثل المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون ما صاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلا لوجود الغيرة في قلوبهم، والمنافقون ما عكسوا الأمر صاروا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إلا لفقد الغيرة في قلوبهم. وهذا واقع في الناس اليوم، إن الذين يدعون إلى الإباحية والسهور ويدعون إلى تحكيم القوانين والأنظمة الكافرة هم من هذا النوع، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالعري وينهون عن الحجاب، ويأمرون بالربا وينهون عن المكاسب المباحة، ويقولون هذه ما تكفي، الاقتصاد العالمي ما يقوم إلا على الربا وما أشبه ذلك. هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف لأنهم ليس في قلوبهم غيرة تحميهم من ذلك. فجمعوا بين إساءتين، أولا أنهم هم في أنفسهم يعملون السيئات، وثانيا أنهم يأمرون الناس بفعل السيئات. نعم. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة حرام عليه. الديوث هو الذي يقر السوء في أهله، يقر السوء في أهله، هذا هو الديوث. نعم. وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له، فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. نعم. وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له، فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح. الغيرة والغيرة هي استنكار المنكر، هي استنكار المنكر، هذه هي الغيرة. نعم. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش، وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كسر الطمع فيه عدوه. صياصي القرون، قرون الجاموس، خلق الله القرون للدواب للدفاع تدفع بها، فإذا تكسرت صارت الدابة ما عندها شيء تدافع. كذلك الغيرة للإنسان مثل الصياصي يدفع بها المعاصي، فإذا فقدت الغيرة تسلطت عليه الذنوب والمعاصي. نعم. أصل ومن عقوباتها يكفي. الله تعالى.